Hello everyone and welcome to my lesson again. I'm Ms. Zahra and this is the pupil book for second grade. هذا كتاب الطالب للصف الثاني الابتدائي English lesson, الدرس الإنجليزي. I have lesson 2, this is lesson 2 اللي هو الدرس الثاني. Where is the monkey? Where is the monkey? أين القرد? Where is the monkey? أين القرد? I have listen, look and say. يعني اسمع, انظر وقل. Okay? So I have three pictures. عندي ثلاث صور لهذا القرد. طبعا هنا أنا مستخدمين عندي حروف الجر. حروف الجر بالإنجليش نسميهم preposition. Preposition يعني حروف الجر. I have now three preposition. عندي ثلاثة من حروف الجر. الان يعني في, والاون يعني على, والاندر يعني تحت. اندر يعني تحت. اوكي, حاولوا تكتبوها بالكتاب حتى دائما تتذكروها. مثل النشيد سويناها الان في, الان على, الاندر تحت. نشوف هنا القرد موجود عندي first بالصورة الاولى. In the hat, the monkey in the hat, يعني القرد في داخل الصورة, sorry, في داخل الهات القبعة. In the hat, on the hat, the monkey on the hat, يعني القرد على القبعة. القرد على القبعة. On the hat يعني على القبعة. والصورة الثالثة, the monkey under the hat, القرد تحت القبعة. Under the hat, تحت القبعة. Okay. In the hat, on the hat, under the hat. رح نجي هنا للتمرين اللي بعده, listen and match. رح نحاول نوصل هذه الصور, القبعة والكرات, مع الجمل. اوكي, زين, قبلها خلينا نقراهم ونشوفهم. نشوف هنا أنا one ball, كرة واحدة. In the hat, the ball in the hat, الكرة في داخل القبعة. The ball under the hat, الكرة تحت القبعة. The balls under the hat, الكرات تحت القبعة. Number four, the balls, الكرات, on the hat, على القبعة. وهنا the balls in the hat. ونمبر 6 اللي هي آخر وحدة, the ball, لأن عندي كرة واحدة فما ضفت لها الاس, لأن هي مو جمع, عندي فقط كرة واحدة, فقلت the ball on the hat يعني على القبعة. حنوصل هذه الجمل مع الصور. Number 1, the balls are under the hat. The balls are under the hat, يعني الكرات تحت القبعة. الكرات تحت القبعة, which is number 3. So I will put 3. Number 2, the ball is on the hat. The ball يعني كرة واحدة, on the hat, على القبعة, اللي هي number 6. Okay, زين. Number 3, the balls, الكرات, are in the hat, الكرات في داخل القبعة, which is number 5. وعندي آخر شيء, the balls are on the hat, الكرات على القبعة, which is number 4. This is for pupil book. Now we will move to activity book. This is the activity book for lesson 2, درس الثاني, unit 3, الوحدة الثالثة. Read and write, يعني اقرأ واكتب. I have in, on, under. قلنا الان يعني في, الان على, والunder تحت. This is a preposition. Preposition اللي هي حروف الجر. Okay, راح نشوف هنا أنا عندي, this is the fish and this is the glass of water. هذه عندي سمكة وهذا كأس الماء. نشوف السمكة هنا أنا وين موقعها صايرة, إنه فوق أو بالداخل أو تحت. راح نلاحظ إنه هي فوق الكأس الماء, فراح نخلي on. On يعني على. The fish on the glass of water. Okay, number 2, عندي هنا بدنا نشوف السمكة في داخل كأس الماء, فهي شنو راح نختار لحرف الجر؟ in the glass of water. واخر شيء عندي السمكة تحت الكأس, فراح نختار اللي هي under. Under يعني تحت. Under يعني تحت. Complete the sentence. راح نحاول نكمل الجمل. The fish is فراغ the glass. أول صورة, ده يحكي على أول صورة. شبيها هذه السمكة؟ On the glass. On the glass.
الكاس على الكأس الماء. Number two, the fish is. يعني number two كانت السمكة وين؟ في داخل الكأس. فرح نختار حرف الجر in. وآخر شيء عندي the fish is فراغ the glass. وين صاير بnumber three? Under the glass. نحن نختار كلمة under. Okay. Number, this is for activity book. Thank you everyone for watching.